كابتن، بداية حدثنا عن شعورك بهذا الانتصار الكبير وحصولك على جائزة الهداف في هذه الدورة. والله شعوري لا يوصف، الحمد لله أن أخذنا الكاس، أهم شيء الكاس، أما لقب الهداف هذا شيء عادي، أما البطولة فأهديها للكابتن محمد الجماعي، والحمد لله. وهذه الجائزة ما جبتها لوحدي، معايا زملائي اللعيبة هم اللي ساعدوني لأن نحصل على هذه الجائزة. أرسل رسالة شكر إلى مدرب فريق محمد الجماعي، إلى أعضاء اللعيبة الخافة، شكر خاص لكابتن فهد النبائي اللي هو يدعمني شخصيا. الله يبارك فيك حبيبي ويسعد مساك، ألف 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 مبروك لنا كلنا، ألف مبروك. جو ثقيل. ألف مبروك للجمعة الطايف كلهم، ما قصروا العيال، الله يعطيهم العافية من أولهم لآخرهم، الله يعطيهم العافية ما قصروا. يعني تحضيراتك لهذه المباراة كيف كانت؟ والله ما تحضرت ولا شيء، قاطع تمارين لي يمكن شهر وشهرين، بس الحمد لله العيال ما قصروا وأنا ما قصرت كمان، الحمد لله هذا فضل من ربي. نايف، بداية نبارك لك هذا الانتصار وحصول فريق نجوم الطايف على هذه البطولة، حدثنا عن شعورك بتوصلكم إلى هذا الإنجاز الكبير. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الحمد لله يعني على البطولة هذه، كل ما لها الفرقة تقدم على قدام إن شاء الله ما نرجع بإذن الله. والله يبارك فيك إن شاء الله، وهارد لك للفريق تسامح، الله يعطيك العافية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لو إذا أني تحيط عادي ما في مشكلة، العيال ما قصروا ومدرب محمد الجميع ما قصر، ولا الله يوفق الجميع إن شاء الله، وهارد لك نقول التسامح. كابتن، بداية حدثنا عن أسباب هذا الانتصار الكبير على فريق التسامح. حماس العيال أول شيء، والأستاذ ما قصر محمد الجميع، ويدينا على بعض وإن شاء الله وكملنا إن شاء الله. كابتن، أخيرا رسالة شكر إلى من توجهها؟ أوجه الأستاذ محمد الجميع ومنظمين الدورة، وأشكركم أنتم كمان على قناتكم. أوجه رسالة شكر لزملائي اللعيبة، للمدرب الأستاذ محمد الجميع، والقائمين على الحفل هذا، أقول لهم الله يعطيكم ألف عافية ومبروك، وهارد لك لفريق التسامح. كنا حدثنا عن أسباب هذا الانتصار العريض والكبير على فريق التسامح. والله الحمد لله الفريق خاش بروح خاش بقوة، فتغلب على فريق التسامح، ونقول ألف مبروك لفريق نجوم العتبية وهارد لفريق التسامح. كابتن، أبرز الدوافع المعنوية التي حفزتكم للوصول إلى النهاية وإحراز البطولة. والله روح اللعيبة والقوة اللي داخل الملعب. شيء أحب أبارك الفريق نجوم الطائف على هذا الأداء، اللهم لك الحمد، من بداية الدوري وإحنا مستعدين استعداد تام لتحقيق البطولة، من البداية ناويين البطولة والحمد لله تأهلنا، وفريق التسامح قدم مباراة قوية الصراحة، وهارد لهم مبروك لنا. الله يحييكم والله يبارك فيك، وهارد لك للتسامح، احنا لعبنا وهم لعبوا، كنا الأفضل والحمد لله النتيجة لنا، والف مبروك لكل العيال، الله يعطيهم العافية ما قصروا صراحة، بذلوا كل مجهوداتهم عشان نشيل الكاس. كابتن، بداية حدثنا عن أسباب هذا الانتصار الكبير. والله مجهودات من بداية الدوري، احنا قاعدين من بداية الدوري ننتصر بستة بسبعة على كل الفرق، تمارين مع الأستاذ محمد، الحمد لله توجت بهذا الانتصار. كابتن، تحدث لنا عن العقبات التي واجهتكم قبل الوصول إلى هذا النهائي. الحمد لله ما واجهنا أي عقبة، فريق قوي، احنا الأفضل، احنا الأقوى في الطائف تقريبا، داخلين بقوة للدوري، يعني الحمد لله ما واجهنا أي عقبة، وفي الأخير أبو صالح شال الكاس الحمد لله.